ريتنا زدت على المحضر يا عليوة، انا ما طلبتش منك ده. فاكرة المشكلة اللي كانت بين كريم وصاحبه واللي كلمك بعد نص الليل بعد ما خد النمرة من كريم؟ ايوه فاكرة. ماله؟ اللي انت عملتيه مع كريم ده كرم اخلاق منك، خفتي على مستقبله، عيل طايش واهوج. ايوه بس هيثم غير كريم، يعني هيثم كبير وفاهم بيعمل ايه. الكبير الفاهم ده سمع كلام ابوه، واللي عنده اب زي وجدي ده مفروض ما ناخدش على افعاله. انا بقولك الكلام ده مش باخد رايك عشان تعرفي بس. ومن امتى بقى ما بتاخدش رايي عليه؟ من ساعه ما عرفت ان دي الطريقه الوحيده اللي ممكن تنفع معاكي. انا على فكره الفرح في اغسطس وحجزت القاعه، هيتعمل العاب ناريه وبابلز وكل حاجه، وده كلام نهائي. وانا بحبك وده كلام نهائي، بس احنا وعدنا عبد العزيز يديله الفلوس. وانا وعدتك اعمل لك الفرح زي ما انت عايزاه بالظبط. بس عبد العزيز عمل حسابه على الفلوس دي وقعد يدرس ويظبط في المشروع، ما ينفعش نرجع في كلامنا معاه. عبد العزيز مش صغير ويعرف يتصرف، وبعدين لحد امتى هقعد اصرف على عبد العزيز؟ وانا عارف انك بتقول الكلام ده من ورا قلبك، وبتقول كده بس عشان تعمل لي فرح اللي انا عايزاه. انا مش هكون مبسوطه ولا فرحانه واحنا بنصرف فلوس المفروض نديها لعبد العزيز. يا عليوة، انت اهم حاجه عندي في الدنيا، انت فرحي. انا مش عايزه في الدنيا دي كلها غيرك انت وبس. علي الطلاق، انا عايز اتجوز دلوقتي. يا حبيبتي، انت مش كنتي موافقه؟ ايه اللي خلاكي بس تغيري رايك يا عمري؟ موافقه انها تقعد في البيت مش تقعد في اوضتي، ده موضوع تاني خالص. ماشي يا قلبي. موضوع تاني خالص ليه بس يا ستي؟ البنات كلهم. هو انا ليه حاسه ان اوضتي بقت ترانزيت؟ ها، في الاول صفصف ودلوقتي ست ماريا بتاعتك. طب صدقيني وحياه غلاوتك عندي، لولا ان بابا مش هيوافق كنت خدتها وقويتها عندي في الاوضه. والله بقى ده موضوع تحله مع بابي، تحله مع مامي، تقعدها عندك في الاوضه، تقعدها عندهم، ده موضوع ما يخصنيش. الاوضه دي هتفضل حره ومستقله لحد اخر يوم في الاجازه، فاهم؟ انت ليه عامله لي فيها عرابي؟ تاخدي كام عشان تعديها في الاوضه انجازي؟ هو يعني يا كريم يا عسل، انت مش موضوع الفلوس خالص، يعني مش هنختلف. تاخدي كام؟ ممكن اخد 100 في اليوم. نعم، عايزه تاخدي 3000 جنيه ايجار لاوضتك في الشهر؟ يورو. 3000 يورو. يورو؟ اه يورو. انا غلطان ان انا بعاملك كبني ادمه. يا حيوان، اوعى شعري يا بابي. وانت ناوي تبتدي في تنفيذ المشروع ده امتى؟ اهو ربنا يكرمك. جميله، يعني اجازه العيد خلصت، وبكره ان شاء الله المصالح الحكوميه ترجع، اجهز ورقي بقى واقدمه، وربنا سهل، ما عنديش وقت.